خلينا نشوف اهم اخبار الاهلي في الاهلي نيوز روم. زي ما قلت لحضراتكم من ساعه تحديدا بدات تدريبات النادي الاهلي، وكان في بعض اللقاءات والرسائل اللي حب لاعيبه النادي الاهلي ان هم يعني يبعتوها لجماهير النادي الاهلي ويطمنوهم. خدوا بالكم نقطه من اول السطر، في حاله فصل كبيره جدا بين الموسم، كل المنافسات اللي خاضها وبالنسبه حتى للعيبه، مش بس بتكلم على الجهاز الفني او حتى على مستوى الاداره، بالنسبه للعيبه فرق كبير جدا بين كل المسابقات اللي انت ابتديت مشوارها واللي فرصك ما زالت كبيره جدا في تحقيقها، سواء كنت بتكلم على دوري ابطال او كنت بتكلم على البطولات المحليه او حتى على كاس النخبه او بطوله السوبر في شكلها الجديد اللي هتتلعب في نهايه الشهر ده، وبين كاس العالم. اللعيبه عارفه انه كاس العالم غير، اولا حجم الضغوط اقل، ثانيا حجم الحضور الجماهيري مختلف. اللعيبه دي بتلعب بدون جمهور، اللعيبه دي والجيل ده تحديدا مش بس النهارده ومش بس السيزون ده، سنين كتيره جدا فاتت حققت فيها انجازات كبيره جدا بدون ما جمهورها يكون في ظهرها في الملعب، وما تعرفش يعني ايه جمهور النادي الاهلي يبقى مالي المدرجات، ما تعرفش يعني ايه جمهور النادي الاهلي يبقى مالي مدرجات الملعب ويسند لعيبته ولعيبته تحت وقت ما تحتاجه تلاقيه. ده هيكون موجود في السعوديه ان شاء الله، وهتشوفوا المشهد ده باذن الله في مباراه الجمعه ايا كان بقى مين المنافس. لو كان اوكلاند اعتقد انه جماهير النادي الاهلي هتسيطر على الملعب جمله وتفصيلا، لو كان الاتحاد اعتقد انه الدنيا هتكون قريبه مش بعيده قوي، لكن على اي تقدير الارقام اللي جايه لنا وانا هعرف النهارده من السعوديه وهقول لحضراتكم طبعا كل التفاصيل، مش هتقل عن 20,000 من الحضور في ملعب المباراه. مستر مارسيل كولر قرر انه ما يحضرش المباراه في الملعب، هو هيرسل وفد من مساعدينه عشان يتابعوا مباراه اوكلاند واتحاد جده من داخل الملعب، لكن هو قرر انه يتابع المباراه، وهي وجهه نظر محترمه بصراحه، مع اللعيبه في الفندق في مقر الاقامه. المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي رئيس البعثه طبعا في المملكه اشاد بحفاوه الاستقبال الكبيره من الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، وده شيء مش جديد ومش غريب عليهم، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كواليس السفر امبارح، وكان الحقيقه في حرص كبير من الاشقاء على تذليل كافه العقبات امام الفريق من اول ما وصل امبارح، وده طبعا بياكد شيء مش يعني مش محتاجين ناكده على عمق العلاقات الكبيره جدا، علاقات تاريخيه بتجمع بين الاشقاء سواء في المملكه العربيه السعوديه او في الدوله المصريه، وتقديرا طبعا لحجم نادي بحجم نادي القرن نادي الاهلي العالمي وهو بيشارك في بطوله على ارض الاشقاء طبعا، فبالتاكيد كان مهم جدا هذا الاستقبال الكبير اللي كان محل اشاده من رئيس بعثه النادي الاهلي. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من توجه البعثه او اللعيبه لملعب التدريب، بيتحركوا من فندق الاقامه او مقر الاقامه لملعب التدريب، والنهارده يمكن هيكون في تدريب خفيف اعتقد لغايه طبعا ما هتبدا مباراه الاتحاد واوكلاند، هيتابعها مستر مارسيل كولر واللعيبه من مقر الاقامه، وهيكون في وفد من محللي الاداء قرر مستر مارسيل كولر ان هم يتابعوا المباراه من داخل ملعب المباراة. تصريحات للشحات، تصريحات لمحمد مجدي قفشة أكدوا فيها على أنه مستر كولر الحقيقة بيبذل مجهودات كبيرة جدا في تحفيز اللاعبين في فترة ما قبل المباراة أو بداية الانطلاقة المباراة. الثلاث أيام اللي جايين في غاية الأهمية، محتاجين نستعيد فيهم القدراتنا البدنية، أعتقد أنه الأهلي في الفترة الأخيرة يمكن بدنياً ما كانش في افضل حالاته، ذهنيا التركيز اعتقد مهم جدا، واللعيبه مدركه تماما لاهميه البطوله والقوه المنافسه، انت مشوارك في البطوله دي امام ثلاثه من اقوى الفرق على مستوى العالم بما فيهم اتحاد جده الحقيقه، اتحاد جده النهارده بيضم بين صفوفه كتير من نجوم العالم لسه بنتفرج عليهم السنه اللي فاتت في اكبر انديه اوروبا. فابينيو، ليفربول، انجولو كانتي، تشيلسي، كريم بنزيما ريال، ده غير بقى عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو واحمد حجازي ولويس فيليبي، يعني بتتكلم على سكواد عالمي لا يقل عن اي فريق جاي من اوروبا. اذا كنت بتتكلم على فلومينينزي فانت طبعا لو تخطيت اتحاد جده او اوكلاند هتكون بتقابل فلومينينزي البرازيلي، وده معناه انك انت هتقابل بطل كوبا ليبرتادورس بمجموعه الحقيقه
كبيره جدا من النجوم، اندريه هداف الفريق، مارسيلو باك شمال ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فيليبي مالو كابتن منتخب البرازيل، كينو مش غريب علينا، احنا شفناه بيلعب في مصر، واحد من الجواهر البرازيليه اللي تالقت هنا في الملاعب المصريه، وبتقابل فريق قدر يكسب بوكا جونيورز في النهايه ويتخطى كل كبار امريكا اللاتينيه، فبالتالي برضه فريق ليه احترامه. وفي النهايه طبعا مش محتاج اتكلم على السيتي، انتم وانا عارفين كويس جدا مين هو السيتي، لكن الاهم انك تلعب في الماتشات دي كورتك الاهم. ده كلام على لسان حسين الشحات، قالوا عارفين ان احنا ما كناش موفقين، وعارفين ان جمهورنا ممكن شويه ما يكونش راضي عنا الفتره الاخيره، لكن احنا بنوعدهم ان احنا في البطوله دي هنستعيد وجه الاهلي الحقيقي، وده اللي احنا بنتمناه.